تقدر تخلي هوايتك هي مهنتك؟ عماد قرر من المرحلة الإعدادية إن الموتوسيكلات تكون هي محور حياته. بدأ بموتوسيكل لحد ما قدر يكون أسطول من الموتوسيكلات. اتخصص في الموديلات القديمة والموتوسيكلات النادرة. هو مع مجموعة من أصدقائه عمل سلسلة من المحلات المتخصصة. حابب اتعرف واعرف الناس الموضوع ماشي ازاي معاك او انت ابتديت ازاي ايه القصه بالظبط عايزين نعرف. والله انا ابتديت من وانا طفل صغير في يوم عيد كده ركبت موتوسيكل اجرته من عند واحد فالموضوع عجبني حبيت الموضوع وركزت فيه وابتديت اجيب وابيع واشتري لغايه ما اتعلمت وفهمت الكلام ده من وانت صغير ابتديت فيه تجاره بحته من وانا عندي مثلا ابتدى الموضوع اول مره يعني عملت الموضوع ده او اول مره ركبت عند واحد اجرت من عنده وكان عندي بتاع 9 سنين من بعد الموضوع ده بقى وانا حبيت القصه وفضلت مركز فيها وفضلت نقدر نقول في الوقت ده في اي وقت في يعني تاريخا يعني كان عندي مثلا 14 سنه وكان عندي موتوسيكلين ابتديت بالموتوسيكلين ده انا ده في التسعينات الكلام ده التسعينات في اول 2000 كان معايا مثلا بتاع 5 موتوسيكلات وفيسبا وكده يعني كانت الموضوع ابتدى تجاره يبقى يتوسع شويه ومن الوقت دوت احنا برضو ماشيين الحاجات القديمه بنقتنيها هي الحاجات القديمه دي هوايه غريزه عشان يعني طلعنا لقينا ناس بتحب الحاجات دي وبتركب الحاجات دي الحاجات دي نادره ومش موجوده وصعب الحصول عليها فابتدينا ندور عشان احنا حابين ونهتم ونركز ونلف هنا واصحابنا بيبيعوا وبيشتري زي ما انه كده برضو غاوي وبيجيب حاجات برضو قديمه ووالده نفس الموضوع من مصر طبعا كل الكلام ده بيتجاب من مصر هو الكلام ده كان الاول كان بيطلع بره كانت الاجانب بتيجي تشتريه بس اتمنع الموضوع ده بقى له فتره من الزمن في خلال مثلا 3-4 سنين كده ما فيش الموتوسيكلات دي ما بقتش تسافر فدلوقتي بقينا نعرف نحصل منع خروجه من مصر خالص وفي ناس عندها موتوسيكلات زينا برضو عندها حاجات اجمل من اللي عندنا يعني الموضوع بتاعنا كبير وفي ناس كتير وفي ناس حابه كتير انا عارف ان الموضوع كبير بس قليل لما حد بيجيب حاجه قديمه ويبتدي يطور فيها ان هو يعالجها او يرجعها لادائها الطبيعي او شكلها الطبيعي لان دوت انت بتراجع تحفه تقريبا مش كتير اللي بيعملوا كده قليلين فعلا بس يعني تقدر تقول في مصر يعني ممكن يتعدى على الصواب صعب طبعا ان انت ترجع موتوسيكل زي شكله الطبيعي بالظبط الموضوع ما بيبقاش سهل لا بيبقى صعب جدا طبعا عقبال ما بنرجعه بيصرف كتير جدا وبيبقى في حاجات مش موجوده والقطع بتاعته بترجع من جوه مصر ولا من بره مصر في حاجات بنجيبها من مصر وفي حاجات بنجيبها من بره مصر برضه لينا ناس بتراسل وبنجيب حاجات قطع غيار من بره اي نعم اغلبيتها مش موجوده بس بنفضل ورا الحاجه بتقعد عندنا سنه 2 ما بنزهقش لغايه ما نحصل على حته قطعه الغيار اللي مش عارفين نجيبها بنجيبها ونركبها ونكمل الموتوسيكل يعني حابين بنعمل حاجه بحب مش بنعملها ان احنا ده بجانب طبعا التجاره اللي هي الاساسيه تعتبر الموضوع اتنقل معانا التجاره تدريجيا ما احنا اوريدي بنجيب وبنصلح عشان احنا حابين فابتدى بقى عندك حاجات كتيره وموتوسيكلات كتيره وحاجات الناس مش عارفه تجيبها فبيجي يقول لك انا عايز مثلا لو انت عندك حاجتين من الحاجه بتطلع واحده وتخلي عندك الثانيه بتشوف الافضل وتطلع المستوى الاقل وتجيب مستوى اعلى
كده فيما يعني بعد بقى انت بتجيب من بره حاليا طبعا اكيد الاستيراد اللي هو المكن الجديد ده كله اغلبيته جاي من بره تقريبا انت شغال في كل حاجه انا شايف بسم الله ما شاء الله كل انواع موجوده يعني مش كاتيجري معين او حاجه انت من لا لا من, لا. من تحت لفوق كله تقريبا موجود من بدايه الموتوسيكل لنهايته باذن الله وطريقه معاملتك مع زباينك اكيد برضو ليها يعني من زمان بتختلف يعني انت حد جديد او قديم في بيع والشراء موضوع بيبقى اسهل تقريبا لو انت حد قديم ومعروف اكيد طبعا اكيد طبعا الناس اللي معروفه بيبقى سهل التعامل معاها بيبقى انت داخل على حد فاهم يعني لو عوزت حاجه من والد منه بيخش بيحسبها لي طبعا مش زي تقريبا كم فرد في العيله شغال في احنا تقريبا احنا كتير يعني احنا كتير يعني المنطقه عندنا او حي الظاهر لا من كعائله انتوا كعائله مختصه انا شايف ما شاء الله ما شاء الله في فيكوا كتير في نفس المجال من مش اقل من 10 15 واحد يعني شخص ما شاء الله 10 15 واحد في العيله في نفس المجال طب يعني تقريبا كلكم بتكملوا بعض بنكمل بعضينا المكان واحد ولا في كذا مكان لا في كذا مكان زي يعني هنا في العباسيه هنا مكان لا في هم كلهم هنا في الظاهر في العباسيه في كذا مكان عندنا هنا في مكان هنا ومكان هاني ومكان منه ومكان والده في كذا فرع يعني واحنا كلنا عارفين بعضينا طبعا احنا بقى جينا للموتوسيكل الحربي الباهت ده احنا كده دخلنا في حرب العالميه الثانيه تقريبا بالظبط كده ايه بقى احكي لي قصه الموتوسيكل الموتوسيكل ده اتعمل ايام الحرب وكانوا بيستخدموه في حاجات كتيره بقى في نقل الجنود وفي نقل المعدات وفي الحرب وفي مميزات كتيره زي مثلا ان هو بيبقى عليه الخوذه زي مثلا الفانوس القداماني ده عشان الاضاءه والطيران ما يشوفوش وهو ماشي فوق في مثلا زي الماسك ده عشان حاجات المبيدات اللي بيتحاربوا بيها الماسك انت ممكن تطلعه مفكوك ولا بيطلع ويتلبس عادي للي سايق ما فيهوش مشكله والمفروض ان يبقى فيه جرابنديتين شنطتين راكبين ورا هنا كده معدات بيتحط فيهم حاجات اللي انت بتقول لي الحاجب دوت عشان الطيارات ايه يعني ايه عشان يعني الطياره ما تشوفش الموتوسيكل عشان ما يبقاش اضاءته باينه يتضرب عليه قذيفه او اي حاجه يعني بيخليه غير مرئي يعني. بيخليه غير مرئي وفي نفس الوقت ينور في الارض قدام الموتوسيكل تمام عشان طبعا في الحروب بتبقى الدنيا بالليل زي ما انت شايف حرب بقى ده موديل كام ده موديل 48 موديل 48 الموتوسيكل ده حربي يعني ده هو موتوسيكل من الموتوسيكلات اللي دخلت في الحرب او اللي كانت بتستخدم في الحرب بيجي معاه الخوذه كام سي سي بقى الموتوسيكل ده الموتوسيكل ده 750 سي سي انا ملاحظ ان كل الموتوسيكلات اغلبها 750 لازم يبقى سيهات قويه عشان يقدر يمشي في حرب ويقدر يطلع على طوبه يطلع على صخره لازم كده لازم يبقى موتوسيكل قوي برضه تو ستروك لا ده بنزين بس بالزيت على بنزين يستخدم في نقل حاجه برضو ممكن ينقل زي انت كنت بتقولي على ممكن دبابه يجر حاجه ولا في حاجات تانيه شيلات بيبقى فيها سنكار اللي هو مكان تاني تقعد فيه وفي منه موتوسيكلات بتبقى على سير زي بتاع الدبابه وفي منه موتوسيكلات بيبقى محطوط عليها مدفع بس كلهم تقريبا نفس الموتوسيكل بس باختلاف الشاسيه باختلاف بقى بتاع المعده اللي هم عايزينها عشان تنفعهم في الحرب يعني دي حاجه اللي كانت مستخدمه مستهلكه اي حاجه بعجلتين في الحرب العالميه الثانيه كانت بنفس الوضعيه دي بالظبط كده انت قلت لي موديل كمان مش حديث يعني موديل قديم لا في منه برضو الملكي اللي هو نفس الشكل بس ده هنتنقل عليه بقى موديل 56 قلت لي بقى ان ده في منه ملكي غير الحربي الملكي بالنسبه للملكي بيبقى لونه غير الحربي طبعا بيبقى وان سيتر كده زي ما انت شايف واحد بس اللي يركب موتوسيكل قوي موتوسيكل نزل بعد الحربي بشويه نزلوه يعني مدني نزل بعديه بشويه بعد ما عدلوا فيه حاجات ده 56 ده موديل 56 عدلوا فيه شويه حاجات عن الحربي
وفي من الحرب برضو شكل تاني غير الشكل ده اللي احنا لسه شايفينه اللي هو بيتكون من عربه والكلام دوت. في منه اشكال كتير وده الشكل الملكي. ما هو بقى قول لي ايه الفرق ما بين الملكي والحربي دوت؟ ايه الزيادات او الناقص الحاجات اللي فيه والسي سي والاوبشنات اللي فيه برضو كلها؟ الزيادات ما بتبقاش كتيره، ما بتبقاش الحربي فيه اكتر عشان استخدامات اكتر. الملكي بيبقى اهدى فاكيد متميز بحاجه برضو. متميز ان جدونه اعلى شويه يعني مش حاجات كتير. فانوس ملعوها ملهوش غطا زي ما اتكلمنا الناحيه الثانيه. مفهوش جربنديات كده يعني. اكيد ساعتها معمول للرفاهيه اكتر من ان هو الاستخدام اللي هو وهو بيتميز بصوته اللي احنا سامعينه ده. طبعا احنا انا شخصيا مستغرب من السيكل موديل 56 هو داير دلوقتي واقف سلانسيه يعني ديت تستروك برضو ولا لا؟ ده بنزين بس. بنزين بس مش تستروك. ما بيتحطلوش بنزين، ما بيحطلوش زيت على البنزين. السيكل زي ده صيامته انت ايه 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 الطريقه اللي انت بتستخدمها فيه؟ اغلبيه اللي بيركبوا الموتوسيكلات دول زي امير بيبقى بيحب الحاجه دي، بيبقى عاشق للحاجه دي، هو حابب الموضوع. امير انت تقريبا بقى لك قد ايه الموتوسيكل دوت ملكك او انت بالظبط؟ اكتر من مثلا 10 سنين كده. 10 سنين 10 سنين انت محتفظ بيه وبتطور فيه. مش هو اللي بيبقى عنده حاجه زي كده ما بيفكرش في موضوع بيعها ولا شراها، على قد ما بيبقى حابب الحاجه وعلى قد ما بيبقى مقتنيها. هو غاوي في الدم بالظبط كده زي ما قال لك، اللي هو حابب ما بيركزش في موضوع فلوس ولا الكلام ده، لا هو عايز ده يبقى عنده وده بتاعه ويستخدمه تقريبا يعني. بيستخدمه هو بيقضي بيه كل مشاويره. بتستخدم موتوسيكل استخدام يومي يعني؟ يعني مش متخيل ان في حد لسه بيستخدم موتوسيكلات الموديلات ديت. في 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 كتير، وفي ناس حابه الموضوع وفي ناس بتركب، وفي في غيرنا كتير برضو. الموتوسيكل ده 750 سي برضو. 750 بنزين. بنزين هو نفس الموتور الموتوسيكل ال 48 هو هو. ما طوروش في حاجه. الموديلات تفرق الموديل بس بالنسبه للشكل يفرق بس. بس لكن كتطور في موتور من ال 48 ايام الحرب لل 56 لا لا، هو قوه واحده وهو هو نفس الموتور. مفيش اختلافات في الشاسيه بس تقريبا في الشكليات بس. تختلف في الشاسيه وتختلف في الجدول. جدول والشاسيه. السي كده انجليزي برضه. انجليزي في حاجه ثانيه دخلت، في بلاد ثانيه دخلت اتطورت في حوار الحرب دوت او دخلت معدات زي الموتوسيكلات غير الانجليزي؟ في بعد كده يعني ناس كتيره طبعا، دول كتيره عملت كده وعندهم حاجات متطوره عن كده بكتير. ده موضوع هواه ده دلوقتي. اي حد هيركبه مش عارف يسوقه ولا يعرف يمشي بيه ولا يعرف يستمتع.